يا ترى البنك المركزي المصري بيجيب الدولار منين؟ وازاي بيوفر مبالغ زيادة عشان التعويم؟ هنعرف كل التفاصيل دي في الفيديو ده. بانكير، نبض البنوك. معروف طبعا ان البنك المركزي المصري هو المسؤول عن السياسه الماليه للبلد كلها، وهو اللي بيتعامل في ملف العمله والديون وتوفير الاعتمادات الماليه بالجنيه او بالدولار، وهو المشرف الاساسي على البنوك، وعلشان كده هو ضلع اساسي في اداره ازمه الدولار واللي ثبت فيها احترافيه كبيره رغم الازمه الحاليه. ولولا الجهود دي كانت مصر في وضع حرج ويخوف. من بين مهام البنك المركزي انه يوفر الدولار في الفترة اللي فاتت والحالية واللي جاي بأكبر مبالغ ممكنة علشان يوفر متطلبات الدولة من الاستيراد وتسديد أقساط الديون ومتطلبات كتيرة تانية. لكن أهم وأخطر مهمة دلوقتي البنك المركزي هو توفير دولار على جنب لمواجهة التعويم المحتمل علشان ما يحصلش أي خروج عن المشهد أو السيطرة في الأسواق. لازم المركزي يكون عنده حصيلة مناسبة يدير بيها الأيام اللي بعد تحرير سعر الجنيه. السؤال هنا، المركزي بيجيب دولارات منين عشان المهمة دي؟ في الطبيعي في موارد دولارية بتدخل الخزانة العامة للدولة والبنك المركزي زي إيرادات قناة السويس، السياحة، التحويلات، الاستثمار والتصدير. ده غير موارد دولارية غير تقليدية زي اللي بتيجي من المبادرات زي مبادرة السيارات ودخول الذهب مثلا وكمان الشهادات الدولارية. وفي الظروف الحالية الموارد دي غير كافية لإدارة أزمة نقص الدولار في فترة ما بعد التعويم، عشان كده المركزي بيلجأ لأكتر من وسيلة للتغلب على المشكلة دي. والحقيقة بدأها بدري ومش من النهاردة، بدأ يجمع الدولار عن طريق ترشيد الانفاق الدولاري زي ترشيد فاتورة الاستيراد، ودي كانت أول خطوة. وتاني هام طرح السندات بالخارج والتمويل الدولي من المؤسسات الدولية زي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنوك الإقليمية. كمان المركزي فكر في أكتر من طريقة لتوفير الدولار زي مبادلة العملات مع الدول التانية وهيكلة الديون واستبدالها بمشروعات استثمارية. ورغم أن الخطوات دي ما بتجيبش دولار، لكن في نفس الوقت بتوفره لأن المركزي بيدفع فاتورة الاستيراد بالدولار وأقساط الديون، ولما الالتزامات دي تقل أكيد طبعا هيوفر الدولار من الموارد الأساسية بتاعت الدولة المعروفة لأنه هيكون قلل فاتورة الإنفاق وبكده هيكون معاه حصيلة. ده غير كل المبادرات اللي اتعملت ولسه هتتعمل لتوفير الدولار، وكمان محاربة السوق السوداء بشكل جدي هيساهم في زيادة حصيلة الدولار في البنك المركزي لأن زباين السوق الموازية هيبطلوا يتعاملوا معاها بسبب الخطر الكبير اللي بيواجهوه، ودولاراتهم هتدخل تاني القنوات الشرعية للاقتصاد وهتصب في النهاية في خزينة البنك المركزي. أنا أشرفت أشرف وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.